أهلا بكم أعزائي المشاهدين لحلقة جديدة من المساء اليمني. اغتيال بشير شحرة ليست واقعة منفردة أو حدثا غريب، بل نهج عمدت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح إلى تكريسه الحكم بالتخويف، السيطرة بالإرهاب والقمع المفرط لكل معارض. فجروا، اقتلوا، اسجنوا، هذه المفردات التي تختصر صورة الحوثي وميليشياته في أذهان الناس، وهي الصورة التي يبدو حريصاً ليدير المناطق الواقعة تحت سيطرته من خلالها، يسانده في ذلك جيش المخلوع. لحظة دخول الميليشيا إب أثناء الاجتياح البربري لها بعد الانقلاب الذي تم في صنعاء، دارت أول المعارك عند مدخل محافظة إب وفي مديرية يريم تحديداً. حينها ارتكبت ميليشيا الانقلاب أبشع جريمة بحق الطفل أسامة بدير الذي قتلته وفخخت جسده ومنعت الاقتراب منه لساعات، وكانت قبلها بأيام قد قتلت عدداً من أفراد أسرته، كل ذلك لأنها أسرة قررت أن تناهض الانقلاب. بعدها بدأت مرحلة الاختطافات والمداهمات إلى المنازل للشباب على وجه التحديد. هذه الجريمة والعديد من الجرائم المشابهة ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في إب وسط حالة من الإذلال المتعمد لأهالي المدينة، كان آخرها الجريمة المروعة التي شهدها الحي القديم لمدينة إب حين هاجمت قوات الميليشيا منزل المواطن بشير شحرة وقتلته أمام أطفاله وزوجته. وهنا نتساءل، لماذا تتعمد الميليشيا ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية بحق أبناء إب وغيرها من المحافظات اليمنية؟ ولماذا تكرس ذات السلوك الإمامي الذي عاشته محافظة إب قبل مئات السنين، المتمثل بترهيب الناس وبث الذعر في الأحياء ووسط النساء والأطفال؟ وهل كانت الرسالة التي وجهتها زوجة الشهيد بشير بعد أن شاهدت زوجها قتيلاً أمامها وأمام أطفاله خلاصة للوضع الراهن في إب حين قالت مات الرجال وماتت كرامتنا معهم؟ حول حادثة اغتيال المواطن بشير شحرة ومثيلاتها، الأبعاد والتداعيات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، لكن قبلها دعونا نذهب إلى هذا التقرير ومن ثم نعود للبدء بالنقاش. لم تعد مجرد رغبة في التخلص من الخصوم، بل مجالا للتفنن في القتل والسحل لكل من عارض رغبة الميليشيا في ممارساتها الهمجية ضد المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. فعلوا ذلك مع المواطن بشير شحرة في جريمة اهتز لها ضمير اليمنيين والإنسانية. قوات خاضعة تابعة لوحدات مكافحة الإرهاب مع صرخات الموت الميليشياوية تقتحم سكون إحدى حارات إب القديمة، مستهدفة منزل بشير، تقتله بدم بارد أمام زوجته وأولاده، وتسحله أمامهم وأمام أهالي الحي في مشهد يفوق التصور والتصديق. لم يكن بشير أول ولا آخر الضحايا الذين تقتلهم الميليشيا غدرا في بيوتهم، فقبله عبد الله العزي في سمارة، وعبد السلام الشميري في باجل، ومحمد علي بدير، والطفل أسامة بدير جوار منزلهما في يريم، وبعد بشير طه البعداني أيضا في السحول، ولا بوادر بأن الجرائم في طريقها إلى التوقف. لم يمر على المجتمع اليمني مثل هذه الجرائم، ولا تجدها إلا في الصفحات السوداء التي حكم فيها الإماميون أجزاء من المناطق اليمنية. فاليمنيون لديهم عادات وضوابط تجرم مثل هذه التصرفات التي لا تضع حرمة للمسكن أو أهالي البيت، بل يعتبرون ذلك عيبا أسودا يستحق العقاب الاجتماعي. يرى متابعون أن الميليشيا تستخدم القتل بهذه الطريقة بهدف إرهاب المجتمع وبث الخوف والذعر في أوساط اليمنيين، غير أنها في الوقت ذاته تضعف السخط الشعبي وتراكم الأحقاد عليها نتيجة هذه الجرائم المتكررة. على الصعيد السياسي، ربما من المهم لفت الانتباه إلى أن جريمة قتل بشير شحرة وطه البعداني حدثتا خلال فترة ما تسمى بالهدنة، ما يجعل الأمر مثار سخرية من قبل اليمنيين الذين يتساءلون عما يمكن أن تأتي به مشاورات سياسية كانت هكذا أجواء تهدئتها. إذن عودة إليكم مشاهدينا الكرام، ومعنا هنا في الاستوديو ضيفنا لهذه الليلة الكاتب والناشط السياسي الأستاذ محمد المقبلي. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ أسوأ. بداية، كيف تابعت جريمة مقتل الشهيد بشير شحرة؟ ما هي قراءتك لهذه الجريمة؟ أولا نبعث خالص التعازي لأبناء اليمن بشكل عام، لأبناء بشكل خاص، لأسرة وأطفال فقيد الوطن الشهيد البطل الأعزل المدني بشير شحرة.
أحد أبناء إب الأحرار في الحي القديم. طبعا لو تأملنا في طبيعة الجريمة هي ليست حالة منفردة، هذه الجريمة وغيرها من الجرائم هي تعكس طبيعة الذهنية العامة المسيطرة على المجتمع اليمني منذ نكبة اليمنيين في الألفية الثالثة 21/9. لكن مثل هذه الجريمة بحكم أنه تم توثيقها بالصوت والصورة عبر الفيديوهات وأوضحت بشكل أو بآخر طبيعة ما قرأناها في الكتب وكان يخفى على المجتمع البسيط الذي لم يطلع على تاريخ الإمامة ولم يطلع أيضا على تاريخ نظام الحكم المركزي، باعتبار أنه علي عبد الله صالح مثلا والحوثي عندما تحالفوا هي عبارة عن تحالف النسخة الجديدة القديمة التي حكمت اليمن بالحديد والنار وبالترهيب وبالذعر. هي تجسيد أيضا للفتوى التاريخية الذي أطلقها المتوكل على الله إسماعيل في كتابه حينما قال إن الله لا يحاسبكم على ما أخذتم من أموال اليمن الأسفل ولكم يحاسبكم على ما أبقيتم لهم، وهي أيضا تكريس لفتوى الهادي الرسي وتكريس لفتاوى عبد الله بن حمزة وتكريس لهذا التراث الأسود الذي حاولت أنظمة الحكم السياسية أن تخفي ذلك التراث الأسود لكنه تحول إلى واقع ملموس. نعم. اليوم نحن كنا نحذر من هذا التاريخ الأسود، من هذا الفكرة الجهنمية، الفكرة الإمامة القائمة على اجتياح اليمن من أقصى إلى أقصى والقائمة على نشر الذعر وعلى الترويع، وكان كثير من النخب يعتقدوا أننا نتحدث عن أوهام أو كانوا يحاولوا أن يفصلوا ما بين ممارسات وسلوكيات جماعة الحوثي وما بين التراث الفكري الذي تستند إليه من خلال الحكم الإمامي السلالي الهاشمي المذهبي. نعم. ونحن عندما نتحدث نحن نوصف بشكل موضوعي، الشكل الموضوعي الذي نتحدث عنه هو السيطرة، شيء اسمه السيطرة على المجال العمومي، والمجال العمومي المقصود به السيطرة على كل ما له علاقة بالناس من إدارة الأمن إلى آخر مساحة تبقت للناس وهي السيطرة على الخطاب الديني وفرض خطاب ترهيبي قائم على نشر الذعر وقائم على الأحادية الفكرية الذي أنتهجها الأئمة تاريخيا. هذه الحالة نعم، ولو قاطعتك أستاذ محمد، يعني هناك من يعتبر بأن إثارة هذه المواضيع هي من قبيل إثارة لخطاب الكراهية، بينما لا ينظر إلى الجرائم التي تحدث على الأرض على أنها تثير الكراهية والضغائن بين الناس. يعني كيف تنظر إلى هذه المفارقة بأن عندما توصف الجريمة أنت تثير خطاب الكراهية لكن أنت تتغاضى عنها، هنا أنت تصبح مواطن طبيعي يعني ولا تثير أي ضغائن ولا تمس النسيج الاجتماعي. إذا أردنا أن نقرأ علينا أن نقرأ التاريخ الحديث. نعم. عندما تم تجريم النازية في الفكر السياسي الألماني كان من المفترض أن لا يتم تجريمها كفكر أساساً، كان يتم تجريمها كسلوك معين أجتاح المجتمع الألماني والمجتمع الأوروبي بشكل عام، ثم بعد ذلك مثلاً لا يتم النظر إليها، ولكن كان العديد من علماء الاجتماع وعلماء الفكر وعلماء الفلسفة وعلماء السياسة حتى العلماء المهتمين بالعدالة الانتقالية وبفكرة التعايش وفكرة المواطنة يدركوا أن السبب الرئيسي لتلك الجرائم التي نتجت في ذلك المجتمع هي فكرة النازية. فكرة النازية بمؤهلاتها الأربع هي كالتالي: العنصرية، الشوفينية الدينية، التخلف، الادعاء العرقية. اللهم أنه كانت العرقية الذي تدعيها الفكرة النازية اللي كانت من بثها الأساسي ألمانيا كانت قائمة على فكرة بشرية، لكن الأخطر من ذلك أن فكرة الفكرة العرقية الذي يستند إليها جماعة الحوثي ومن دار في وعلي عبد الله صالح ومن معه باعتبارهم ملحق عسكري تبع هذا التحالف الإمامي الكهنوتي والارتداد عن الجمهورية تضيف إلى هي المقاربة بين النازية والإمامية. أولا تستند إلى العرقية، والإمامية تستند إلى العرقية السلالية الهاشمية التي تدعي حكم اليمنيين بما سمي بحكم البطنين. ثانيا التخلف الديني، وهذا طبعا عادي إضافة إلى النازية. ثالثا الشوفينية، الشوفينية هي الفكرة الأحادية الذي مثلا تقوم بها هذه الجماعة. الفكرة الرابعة هي مسألة اعتماد العنف لتكريس الأفضلية، كانت النازية الألمانية تعتمد على تكريس العنف لتحقيق الأفضلية الذي تعتقدها أنها تتمثل في العرق الآري، هذه أيضا تمارس العنف لإدعاء الأفضلية الذي تعتقدها بالعرقية السلالية الذي أيضا تستند إلى ما هو أخطر من العرقية البشرية الذي كانت تستند إليها النازية. تعتقد أن تلك العرقية تستند إلى النبوة وإضفاء المقدس عليها وإضفاء المسيرة القرآنية. نعم. وإضفاء المسيرة القرآنية. وهذه الحالة هي حالة خطيرة جدا ستنتج من خلالها كل الجرائم التي سترتكب بدم بارد. ونحن عندما نتحدث عن جريمة بشير شحرة كنموذج، نحن رأينا هذا النموذج للعديد من الشبكات المتداخلة التي ساهمت في الانقلاب،
ومن ضمن هذا الشيء طالما قد ذكرت بشير شحراء وهو يعني محور حديثنا اليوم الانطلاق إلى الجرائم المشابهة، دعنا نستقبل معنا الآن عبر الهاتف الصحفي من الصحفي محمد محروس. ومرحبا بداية أستاذ محمد محروس، وهو لديه بعض التفاصيل حول الحادثة. أهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. يعني بداية، هل يمكن أن تضعنا في تفاصيل الجريمة البشعة التي تعرض لها الشهيد بشير شحرة؟ الجريمة البشعة التي تعرض لها الشهيد البكر بشير شحرة حدثت في جلح الظلام وفي الساعات الأولى من الفجر، حينما كان في منزله ومع أهله وأبنائه، حيث داهمت وقت المدينة القديمة في محافظة إدلب مجموعة من الأطقم الميليشياوية التي كانت تتقنع بأقنعة تسمي نفسها أقنعة مكافحة الإرهاب، وهي من خلال صيحاتهم وصرخاتهم تتضح أنها ميليشيات انتقامية، ميليشيات الحوثي وصالح التي ذاقت أبناء إدلب الوئلات. في البداية حوطوا المدينة من كل الاتجاهات وفرضوا حظر التجول وتوجهوا وتقدموا إلى البيت. نعم. والشهيد كان في منزله، خرج إليهم ليرى ما الذي يريدون منه، باشروه فورا بإطلاق الرصاص على في رأسه وسحلوه امام اهله واطفاله الذين كانوا ينظرون هذا المنظر البشع والجريمه الناديه التي لم يسبق لهم ان حدثت في المحافظه. نعم، هل لديك تفاصيل عن ذلك؟ نعم. لم تكتفي الميليشيات بهذه الجريمه، بل تعدت الى ذلك، قامت بحراق منازل واختطاف 19 مواطن وداهمت 5 منازل ونهبت ما تبقى للشهيد من ممتلكات وأغراض من منزله. نعم، وأظن أيضا نحن شاهدنا عبر الفيديو المصور للحادثة أيضا سرقة الموتور الخاص ربما بالشهيد أو بأحد الجيران، وهو تم تصويرهم وهم ينقلوه لإحدى سياراتهم. هل لديك أستاذ محمد نعم عن خلفية هذه الحادثة؟ خلفية الحادثة التي يسعى الانقلابيون واعلامهم الترويجي الاول لاخراجها على السياق، تعود الخلفيه الى ان الشهيد البطل بشير شحره هو من تصدر مشهد رفض الخطيب الذي كانت تريد ميليشيا الحوثي وصالح طرده على الجامع العمري، الجامع الكبير الذي بني في عهد عمر بن الخطاب. نعم. كان بشير شحرة رفض وتصدى هو وأبناء مدينته لهذا الإحلال الذي كانت تريد الميليشيا فرض خطيب على جامع الكبير، فهنا تعود خلفية إعدام الشهيد بشير. هذا هو جوهر المشكلة وجوهر الانتقام الذي مارسته الميليشيا بحق بشير شحرة، كونه متصدر مشهد رفض إطراد طرد خطيب على الجامع الكبير. نعم سيد محمد، كيف تلقى أبناء الحارة كيف تلقى أبناء الحارة هذه الجريمة وكيف تعاملوا معها؟ وأبناء الحارة واليمن كلها تكتفي وشاح الأسى والحزن. أنتم لاحظتم حجم الغضب الذي عم الشارع اليمني بهذه الجريمة الوحشية النافية التي مارستها ميليشيا الانقلاب. الجريمة بشير الشحرة التي تعرض لها شهيد بشير شحرة عبرت وعرضت للعالم حجم المأساة التي تتعرض والمعاناة التي تتعرض لها محافظة إدلب في ظل حكم ميليشيا الانقلاب. أنا أورد لكم هنا إحصائية. نعم. جريمة الإعدام والتصفية التي حدثت في إدلب منذ استلال المدينة المحافظة وحتى الآن 15 حالة إعدام توزعت بين إعدام مواطنين في منازلهم وإعدام المصابين في المستشفيات وإعدام مختطفون في سجون خاصة تعد بها شباب محافظة إدلب.
المدينة تعيش حالة سخط وحالة غضب، وعلى ما أعتقد بأنكم رأيتم تتابعون وسائل الإعلام وما يجري من حالة غضب وسخط بما تقوم به الميليشيا وبما يقوم به المشايخ العارم والقيادات المؤتمر الشعبي العام الذي سلمت المحافظة وباعتها للميليشيات من أجل مناصب زائفة قد لا تزيد لهم إلا لعنات التاريخ والأجيال القادمة. أشكرك. بالنسبة لجريمة بشير شحرة أوضحت للعالم حجم كم هي إب تعاني من الولايات وتعاني من جرائم وانتهاكات تمارس ضدها وضد أبنائها. وهنا أنتهي لها قصة، أوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية وإلى السلطات الشرعية والحكومة الشرعية، لأن إب بحاجة إلى استكمال حلقات الشرعية في المحافظة، بحاجة إلى تعيين محافظ، بحاجة إلى إعادة استكمال تشكيل الأمنية الجيش الوطني، بحاجة إلى الوقوف بجانبها في ظل ما تتعرض له. أشكرك، أشكرك جزيلا. إلى كل النشطاء نعم والإعلاميين ومن يتحدثون عن إب بتوقع إب البطولة والإباء، ما تتعرض له الآن هي مجرد انتقام من الإماميين من الميليشيات. نعم. ودعت كثيرا من إب ومن نضالات إب أحفاد علي عبد المغني. نعم. وغذائي والكبسي، هذه إب أقول أشكرك جميل. نعم وصلت فكرتك تماما أستاذ محمود محروس الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد، يعني ما تعليقك على ما جاء على لسان الصحفي وهو يسرد لنا تفاصيل الجريمة ومباغتة الشهيد بين أطفاله وزوجته، يعني ما الجديد فيما يتعلق بهذه الجريمة تحديدا؟ الجريمة هي لم تخرج عن السياق الذي مارست فيه الميليشيات الحوثية الإمامية ومن يساندها من تحالف الانقلاب من الجناح الانقلابي التابع لعلي عبد الله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام، منذ اللحظة الأولى لاقتيال الطفل أسامة بدير أثناء دخول الميليشيات داخل يريم. نعم. ووضعه في الرصيف وفي الطريق ومنع الناس من الاقتراب إليه حتى يقترب من نعم وتحت دعاوي مكافحة الإرهاب، بينما كان لديه خيط سماعة تلفون. نعم. وحتى جاءت أمه من 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 قرية ريفية بعيدة للمدينة تسمى قرية تاربة، وذهبت إلى الطريق مباشرة حافية القدمين تضم طفلها الوحيد وتعود وعليها أحزان الدنيا. جرائم أخرى أيضا ارتكبت بحق طه البعداني، اعتقل كثير من الشباب من بينهم أحمد علي عبد اللطيف، داهمت الميليشيا ب 17 جندي واثنين طقم وحوطوا الحارة وبثوا الذعر في قلب أمة حينما جاءوا واقتحموا ودخلوا واعتقلوا إلى المنازل. اعتقلت الميليشيا شباب مسيرة الماء بالضبط، أمين الشفق، عنتر المبارزي أيضا ارتكبت اغتيال سياسي، محمود ياسين طبعا كمنسق للمسيرة أيضا مارست اغتيال بحق السياسي المعروف أمين الرجوي، وهي تعتبر أول حالة اغتيال أو وضع سياسي كدروع بشرية طبعا، وتم اغتيالها بالتنسيق. نعم تم ذلك بالتنسيق أيضا مع قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام داخل محافظة إب من التابعين لعلي عبد الله صالح. نعم. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. نعود أيضا إلى النقطة الجوهرية، لماذا ترتكب هذه الميليشيا، لماذا يرتكب علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي هذه الجرائم داخل محافظة إب وفي بقية الجمهورية اليمنية؟ نعم، لماذا إب تحديدا؟ هذا ما كنت سأتي به سؤالك، يعني إب تحديدا تقريبا هي أكثر المحافظات التي حصد فيها الشباب هذا النوع من الاغتيالات وهذا النوع من المداهمات البشعة. هم يدركوا أيضا أن إب في اللحظة المناسبة في ملاقمات ستغير المعادلة على مستوى المعادلة الوطنية، وهم يدركوا أيضا أن المقاومة كانت في استبسال منذ لحظة الدخول إلى إب، وهم يدركوا أيضا أن المقاومة كانت على مشارف مشورة، ولو حصل إسنادنا الشرعي للمقاومة في العدين في بيت الشعوري والوائلي وفي المناطق المتاخمة والمقاومة التي وصلت إلى جبل بعداد، السبب الرئيسي فيها أن الفكرة الوطنية الجمهورية تاريخيا سواء فكرة سبتمبر أو فكرة أكتوبر كان الإب إضافة إلى تعز كان لها النصيب الأكبر فيها. يدركوا أن الفكرة الوطنية التي سكنت عقل علي عبد المغني هي التي صنعت ثورة سبتمبر، وأن الفكرة الوطنية التي سكنت في عقل الراحل جار الله عمر هي التي أيضا غيرت المعادلة الوطنية في الشمال وفي الجنوب، وأن من ساغ فكرة الجمهورية الموت
هو أيضا الراحل الشهيد جار الله عمر، وأن الكثير مثلا من أبناء بجوار العديد مثلا من أبناء اليمن الأحرار كانوا في كل لحظة تحول وطني تاريخيا. صحيح. بالإضافة إلى أن معظم الثورات التي قادت التمرد ضد المشروع الإمامي ثورة الفقيه سعيد الذي دشنت وصلت إلى كتاب لمقاومة الأئمة، نشوان الحميري عندما استند للتعبير عن رفض الحكم البطنين كأساس يمني حميري كان استند إلى أسعد الكامل تاريخيا، عندما ذهب إلى بناء الحضارة قادم تقريبا من خلف عمران، استقر في عاصمة الدولة الحميري ظفار، فالصراع في إب أساسا هو يكتسب أيضاً. أيوة يكتسب الطابع الحضاري، بمعنى آخر يدرك مباشرة أن هنالك بركان يغلي تحت أقدام الأئمة وتحت أقدام تحالف الإنقلاب ويحاولوا بنشر الذعر هذا، يعتقدوا أنهم بهذه الحالة الإذلال ونشر الذعر بإمكانهم أن يحولوا إب إلى محافظة مستلبة. أنا أقول بكل صراحة لو وجد السند من الشرعية وفتحت لإب جبهة تمويل وجبهة دعم واستكمال تغيير حلقات الشرعية المثبتة لمحافظة المحافظة وتغيير القيادة العسكرية، أعتقد أنها ستغير المعادلة وستضيف إلى الحركة المقاومة العملاقة الذي انطلقت من تعز إضافة جديدة ونوعية في التوقيت المناسب وفي الزمن المناسب. نعم، يعني بالمناسبة هو تم أيضا اغتيال شاب آخر ومن محافظة إب في منطقة السحول بعد أقل من 24 ساعة من اغتيال الشهيد بشير، وبنفس الطريقة تم قتل الشاب طه البعداني في منطقة في قرية الغراب منطقة السحول، تم قتله أمام زوجته وأطفاله وظل ينزف حتى فارق الحياة ولم يسمح لزوجته حتى بإسعافه. نعم، ومنعوا المواطنين الذي كانوا يسعوا إلى إسعافه، أيضا أطلقوا عليهم الرصاص، من بينهم واحد أحمد المقبلي واثنين من أبنائه لا يزالوا الآن جرحى في المستشفى بحكم أنهم ذهبوا لإسعاف. لماذا في هذا التوقيت تحديدا؟ تعتقد أن مثل هذه العمليات التي تقوم بها الميليشيا بمداهمة المنازل ومداهمة أيضا منازل النشطاء على وجه التحديد، تعتقد أنها ستمنع استحقاق شعبي للمقاومة في إب قادم؟ نعم. وقبل ذلك كانوا قد بدأوا أيضا قبل شهر تقريبا من الآن أغتالوا الشهيد محمد علي بدير من أبناء يريم، وأيضا داهموا العديد من المنازل بشكل عشوائي في يريم وفي القفر وفي أطراف كثيرة من إب لاعتقالهم. نعم. ما أريد أن أوصله، عندما تتخبط الأفعى تبحث عن أي مكان لتداهمه. لماذا؟ لأن الميليشيا وتحالف الانقلاب وحدهم يدركوا ماذا يحصل الآن تحت الرماد في إب. هم بهذه الحالة يحاولوا أن يستبقوا أي عملية مقاومة لكنهم لم يستطيعوا. نعم. ما الذي عملوا عندما داهموا عدن؟ وما الذي عملوا عندما داهموا الضالع واجتاحوها؟ وما الذي فعلوا عندما اجتاحوا تعز؟ كما أنه أيضا رسالة لمن كان يعتقد أن المقاومة في تعز كان لابد أن تحذو الكثير من المحافظات، نقول لهم عندما التزمت مثلا إب في خط معين خاص بها يتعلق بالسلام ويتعلق بالنازحين، نالت من هذه الميليشيات امتهانة الكرامة. لو ذهبنا في سبيل المقاومة كنا سندفع ثمن أقل مما تدفعه إب الآن. نعم، أيضا هذا يعني جزء من فكرة ربما نحيلها إلى ضيفنا الآن من نيويورك الناشط السياسي جلال الصلاحي. مرحبا بك أستاذ جلال. مرحبا أستاذ، كيف حالك؟ أشكر استضافتك وأشكر البرنامج. ونشكر حضورك معنا أستاذ جلال. يعني وأنا أسف أننا نستضيفك في هذه المناسبة السيئة، يعني ومدينة إب تتعرض لهذا الحجم والكم من الحقد والوحشية على أبنائها والناشطين السياسيين فيها والمواطنين حتى المدنيين العزل. بداية، كيف تابعت جريمة اغتيال الشهيد بشير شحرة؟ يعني وأيضا مسألة أن الطرح الذي يتكرر بأنه مدينة إب دائما جنبت نفسها الحرب وكانت مدينة السلام، ومع ذلك تعرض أبنائها لكل هذه الوحشية من الانتقام. أولا أعزي أسرة الشهيد بشير شحرة رحمة الله عليه وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بشير واحد من آلاف البشر الذي قضوا لحبهم بهذه الشاكلة. ميليشيات الحوثي مارست نفس النسق في عمران، في صنعاء، في عدن، في تعز، في كل مناطق اليمن. نعم. في يريم عندما فخخوا جثة طفل ميت. ليس جديد ولا غريب على هذه الجماعات المارقة اللي تعمل عمل مثل هذا، لكن الغريب انه
عد كنا نظنها مدينة السلام كما يقال لها، لكن يبدو أنها مدينة الاستسلام. ما زال أنا من أيام أتذكر يوم انتخابات المرحوم الربادي رحمة الله عليه في مدينة عد. نعم. ما زالت نفس الوجوه التي وقفت ضد المرحوم إلى يومنا هذا هي نفس الوجوه الواقفة مع ميليشيات الموت والمخلوقات. نعم. الخبر مزعج والخبر محزن، وحاولنا كثير إنه يعني لا نريد لتعز، لا نريد لأب أن تلحق بتعز، يعني مثلا تعز دفعت الكثير والكثير 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 وستدفع في المستقبل أكثر بحسب ما نسمع من أخبار من تداول. لكن الغريب يا أستاذ أسوان إنه مجتمع سلم القيادة والمحافظة والوزارات والمكاتب والإدارات والمجالس المحلية السجون أقسام الشرطة، يعني كل سلطات الدولة تكاد تكون بيد الحكومة. نعم. من بيت الشامي، من بيت المتوكل، من بيت شريف، من بيت يعني أسماء كلها هاشمية. لكن الجزاء الذي ناله أصحاب إب الآن جزاء بشع. يعني هل تعتقد بأن هذه الحوادث الأخيرة تحديدا يمكن أن تحدث فارقا في المزاج الشعبي لأبناء محافظة إب؟ لا أعتقد تجاه الانقلابيين. لا أعتقد إطلاقا. إحنا مشكلتنا يا أسوان في إب المسيطرين على البلد نقائل القادمين من الشمال، وأنا أسف إن أنا أذكر الكلام هذا على قناتكم. نحن نعاني من عقدة نقص 90% من مشايخ محافظة إب يدعون وصلا بالشمال بالهضبة، يعني منكرين أنهم من هذه المحافظة. يعني عندنا عقدة نقص، يعني مشايخ إب وكما يقال هم مشايخ مرق بالأخير، لم يعني ما عملوا في أنفسهم كرامة، فلا تتوقعي أنه يعني تسقط الكرامة من السماء. ما حصل في عدن، ما حصل في تعز دفع الناس ثمن باهظ من أجل الحرية ومن أجل المستقبل القادم، لكن في لا أعتقد أن لديهم الاستعداد هذا. طبعا بالتأكيد أنت تتحدث عن المشايخ تحديدا، لأنه أبناء إب هم سطروا ملاحم بطولية في كل جبهات القتال، يعني سواء في تعز، مأرب، في نعم في الجنوب، في كل مكان. أنا لا أعني المواطن للتوضيح فقط. أكس شهداء لدينا في مأرب، في الجوف، في تعز، في عدن، في كل جبهة. أنا أتحدث عن القيادات، الناس النافذين في المحافظة الذي كان النافذين. نعم نعم. لا المواطن إب كسائر المواطنين. ما هي إذن الخيارات برأيك، ما هي الخيارات المتاحة الآن أمام أبناء إب، يعني تجاه النافذين الذين تتحدث عنهم والذين تم أيضا تغذيتهم باجتياح سلالي للوظائف العامة تحديدا في إب خلال الفترة الماضية؟ نصيحتي أنه يساندوا المقاومة في تعز، تعز طريق النجاة لإب، ويوفروا على أنفسهم الكلفة. نصيحتي ورسالتي إلى كل أبناء إب سواء في الشتات، في المهجر، في المحافظة، ادعموا مقاومة تعز وفيها النجاة، هي طوق النجاة. إذا انتصرت تعز إب تحصيل حاصل. نعم. مسألة المحاولة أنه إب تقاوم بدون تغطية جوية، بدون سلاح، بدون دعم، يعني سنصل إلى مصير تعز. لا أقل. نعم أستاذ جلال الصلاحي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك، أشكرك جزيل الشكر، وأستسمحكم أعزائي المشاهدين وضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد المقبلي الذهاب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستئناف النقاش. وليس فوق شعبنا قوة إلا قوة الله.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. 66 ألف انتهاك كان هذا ما رصده التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال عام واحد في تقريره الذي صدر الشهر الماضي. وللتذكير بتفاصيل هذا التقرير نستعرض وإياكم هذه المادة التي توضح تفاصيل هذه الانتهاكات، نتابع ثم نعود للنقاش. إذن أستاذ محمد، هذه الإحصائيات التي تابعناها هي تتعلق بالمدنيين بشكل عام على في عموم الجمهورية في إب كما تحدثت أنت وكما تحدث الصحفي من هناك، أيضا هناك أرقام كبيرة تتعلق بالمحافظة، يعني برأيك ما هي الرسالة التي أرادت الميليشيا ممثلة بطرفي الانقلاب إيصالها لمحافظة إب من خلال هذه السياسة الإذلال المنهجة التي حاولت أن تكرسها لأبناء إب؟ هي تطبق الوصايا والأفكار الإمامية التي توارثها الحاكم في الهضبة، وأيضا تعكس بشكل واضح الذهنية القائمة على حكم الناس بالغلبة، وفكرة دائما ما ركز عليها طلايع الأحرار من صناع القضية الوطنية في منتصف القرن، اللي هي ما هي الفكرة الأساسية القائمة عليها فكرة الغلبة ونشر الذعر بين الناس والترهيب ومحاولة الإذلال وتحويل الأغلبية اليمنية إلى عبارة عن كتلة مستربة ليس لها قرار متعلق بالكرامة وبالحرية. الفكرة الجوهرية القائمة بدرجة أساسية هي فكرة اغتصاب الحكم. هذه الفكرة الجهنمية الذي أنشأها يحيى الرسي وعبد الله بن حمزة ولئمة الذي تعاقبوا على حكم اليمن وحولوا البلد من مشروع حضاري إلى بلد مستلب وذليل يدور حول الحاكم الفرد. عندما جاء الزبيري أحمد محمد نعمان صناع القضايا والقاضي عبد الرحمن الإرياني ومطهر الإرياني وصناع القضية اليمنية في منتصف الخمسينات كان جوهرهم الأساسي يركز على هذه الفكرة التي تنشئ مثل هذا الدمار، تنشئ الذعر، تنشئ الجرائم حق المدنيين، فكرة اغتصاب الحكم. في وصية أحمد محمد نعمان الأولى ورسالة التي وجهها إلى عبد الرقيب عبد الوهاب نعمان كان نصها كالتالي: يا عبد الرقيب، لن ينال هذا الشعب الحرية ولا الكرامة، ولن تعيشوا حياة مختلفة عن أجدادكم إلا إذا دافعتم عن فكرة أو إلا إذا قاومتم فكرة اغتصاب الحكم. الشهيد محمد الزبيري في أشهر أبياته السياسية يركز على هذه النقطة على وجه التحديد، والحكم بالغصب رجعي نقاومه حتى ولو لبس الحكم ما لبسوا. لكن ألا تعتقد بأن محافظة إب تحديدا لم تعمل بهذه الوصية بشكل كبير؟ يعني مسألة مقاومة الاستبداد لا يبدو ظاهرا، يعني على الأقل إذا ما أخذنا المرحلة الأخيرة فيما يتعلق بمقاومة الانقلاب. هي أسباب تتعلق بالجغرافيا. إب مثلا محافظة ليس لها سند فيما يتعلق بالمجال المفتوح خلف تعز الجنوب، وبالتالي من الطبيعي أن تقاوم تعز، ولدى تعز ريف ممتد، فطبيعة الموقع الجيو استراتيجي أو الاستراتيجي لإب كان يتحتم منها أن تبحث عن تخطيط معين لتقوم بهذه المقاومة. لكن لو أنت تلاحظي الثورات التاريخية التي قامت ضد حكم الأئمة، كانت المقاطرة مثلا في تعز والزرانيق في الحديدة، وكانت ثورة الفقي سعيد الذي كانت تنطلق من الوسط، كما أن الذاكرة في إب مثخنة بالجراح. الكثير من الأحرار
تم مثلا قمعهم والتنكيل بهم. يعني لو انت تلاحظي تقرأي التاريخ بشكل دقيق في مقاومة إبل الأئمة تلاحظي أن كثير من الشخصيات لقت حذفها، والبعض منها نتيجة التسجيل الذي كان يتم تكريسها في المجتمعات، كان الأئمة يقتلوا الأحرار من أبناء هذا الشعب في محافظته ويقولوا لهم الجن شلوا أجدادكم. نعم. يكذبوا عليهم بهذه الخرافة. قطرنا. كذلك الاندفاع من أبناء إب في كافة الجبهات. صحيح. تماما، يدل على تململهم. يعني بمعنى آخر هنالك كرة رماد تقتلي في إب، فيما لو استكملت حلقات الشرعية إسنادها لإب ربما تكون أيام معدودة حتى تتحرر إب من كامل سيطرة الميليشيات، وربما في أيام معدودة. نعم. إذا ما عدنا أستاذ محمد إلى حادثة الشهيد بشير شحرة ومسألة محاولة السيطرة على الجامع الكبير في إب القديمة، إذا ما حاولنا نفهم هذا الحقد الكبير على هذه الشخصية تحديدا والبعد والدلالة لها، يعني ماذا يعني السيطرة على الجامع الكبير في إب القديمة؟ هي استكمال السيطرة على المجال العمومي للناس، السيطرة على السلطة الأمنية، السيطرة على السلطة السياسية، السيطرة على الجهاز الإداري بدفع السلاليين أبناء المتوكل وأبناء المؤيد وأبناء السوس ومن يسمون أنفسهم بالسادة. نعم. للسيطرة على الجهاز الإداري. تبقى للمجتمع هامش بسيط جدا. الهامش الذي تبقى للمجتمع هو الخطاب الديني من خلال هذه المنابر. نعم. تماما. فأرادوا أن يستكملوا حلقات الإخضاع والسيطرة للمجال العام على حياة الناس. اثنين، لدى الأئمة فكرة تاريخية تسمى عقاب من يقول لا. نعم. سواء كان شخصية اجتماعية أو شخصية سياسية أو شخصية دينية أو شخصية، كل من يقول لا. لماذا؟ لأنهم لا يريدوا أن يسمع المجتمع قول لا، وبالتالي يحاولوا أن يضربوا تلك الرؤوس التي قالت لا لكي يعود المجتمع من جديد للسيطرة. بعد أخفاك ثورة 48 تعقبت سلطة الأئمة من الإمام يحيى، من الإمام أحمد، ومن الإمام الذي مثلا تابعه، وكان كل شخص قال لا. نعم. ذهبوا القمعة. لماذا؟ تأديب دوائر المجتمع على فكرة الحرية. نعم. وأنا أعتقد أنها في ظل الألفية الثالثة وفي ظل عصر التكنولوجيا واهم ألف واهم من يعتقد أن بإمكانه إخضاع الشعوب مرة أخرى. لكن أتعتقد محمد بأنه حادثة بهذا الحجم لم تلقى التضامن الكبير من قبل الناشطين، تحديدا ناشطين حقوقيين الذين عرفناهم خلال الفترة الماضية يتصدرون دائما للتضامن مع أبسط القضايا، كما تضامنوا على سبيل المثال مع القناص، يعني أو ما قيل أنه قناص في محافظة، يعني في محافظة تعز. ألا تعتقد بأن هذه حادثة بهذا الحجم وتكرارها لم تلقى حتى إلى نصف أو 1% من حجم تلك التضامنات وتلك الهبة الحقوقية التي شاهدناها؟ كيف تفسرها برأيك؟ أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية ألا نستمر في التعويل على من أرادوا أن يكونوا شبكة ناعمة للانقلاب سواء بقصد أو بدون قصد. نعم. هنالك شبكات معينة اشتغلت كمغسلة جرائم ترتكب بحق اليمنيين. كان أحد المفكرين الفرنسيين لا أستحضر اسمه الآن في هذا التوقيت، لكنه كان يقول كلام مهم جدا، لا نبحث عن عالم يدين القتل ولكننا نبحث عن عالم لا يبرر القتل. هذه مغاسل جرائم. انت لو انت تلاحظي الحملة التي قامت بها المخابرات التابعة للانقلاب سواء بقصد أو بدون قصد التي صاحبت اغتيال بشير شحرة، كانت تقوم على نقطتين أساسيتين. نعم. النقطة الأولى عدم مثلا تقديم بشير شحرة أنه كان مقاوم وأنه كان يحمل السلاح، وهذه في هذه الحالة تحاول أن تغطي على جريمة بشعة ارتكبت على شخص تم مداهمة منزله بالفجر وتم اغتياله بملابسه الداخلية. نعم. نعم. الفكرة الثانية التي كانت تقوم بها المخابرات المصاحبة لتحالف الانقلاب هي فكرة غسل معالم الجريمة. يعني كانوا يريدوا يقولوا للناس هل معقول حصل هذا الكلام، كما لو أنهم أرادوا أن يقولوا لجماعة الحوثي والعلي عبدالله صالح أخرجوا بأي مبرر أمام هذا السخط الشعبي الذي هو موجود. نعم. فمن بينها أولاً ربما لولا هذا التوثيق الذي حصل الناشطين عليه ربما لكانت غطية الجريمة واختفت مثل كثير عشرات ومئات الجرائم المشابهة. أسمحك محمد أن نستقبل الآن معنا عبر الهاتف، ونحن في سيرة النشاط الحقوقي المتعلق بمثل هذه الجرائم والمتابعين له، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من لندن الناشط الحقوقي براء شيبان. مرحبا بك أستاذ براء. أهلا وسهلا بك وضيفك الكريم والمشاهدين. أهلا براء. بداية كناشط حقوقي، أنت كيف تابعت هذه الجريمة وكيف يمكن أن تصنف؟ نعم،
من الجميل أنكم تطرقتوا لهذا الموضوع، لأنه قضية بشير شحرة هي باختصار هي تلخص حالة معينة دابت عليه جماعة الحوثي منذ بداية، ليس فقط منذ بداية الانقلاب في سبتمبر بل من قبلها، وللأسف لم يتم توثيق مثل تلك الحوادث، وهي حالة مستمرة. يعني هذه الحالة لم تتوقف، وليست حالة وحيدة، ولكنها ربما الحالة التي تمكنت أن يتم تسليط الضوء عليها بطريقة أو بأخرى، وتم توثيقها بقدر خلينا نعتبره جيد على الأقل. المهم هو ما الذي صاحبها. أنت يعني لو لاحظتم يعني هناك كان محاولة لتعميم مثل هذه الجريمة باعتبار بشير شحرة أنه يعني قتيل حرب وليست عملية إعدام خارج نطاق القانون. اعتبار بشير شحرة ليس مدني، بل اعتباره مقاتل. وللأسف الصف المدني خلينا نعتبره للانقلاب هو يمارس هذا الدور، وأنا أتفق مع ما ذكره الأخ محمد بالضبط أو بدون قصد، ولكن هذه حالة مستمرة. نحن لو نلاحظ يعني أنه لم يصدر من كثير من الجهات التي كنا نعول عليها الكثير حقيقة، لم يصدر منهم حتى بيان واحد فيما يتعلق بهذه الحادثة، وغيرها من الحوادث كثير. يعني لماذا يا براء لماذا لم تصدر بيانات لجريمة بهذا الحجم، مع علما بأنه تم تكرار نفس الجريمة لشخص آخر مدني آخر من نفس المحافظة خلال أقل من 24 ساعة؟ يعني طيب لم نسمع مواقف. إنك سألتي هذا السؤال، خلينا نعتبر أولا من هي المنظمات العاملة في اليمن. المنظمات الدولية التي نعتبرها محترمة إلى حد كبير عاملة في اليمن هي لا تعمل في المناطق التي خلينا نعتبرها بعيدة عن محافظة صنعاء أو عن العاصمة. النقطة الثانية، لا يتم التعامل مع اليمن بماذا يحصل لليمنيين، بل أكثر يعني خلينا نعتبر أنهم ينظروا إلى اليمن من الزاوية الإقليمية، أي ماذا تعمله المملكة العربية السعودية. وكان هناك الكثير من الانتقادات لكثير من القضايا الحقوقية فيما يتعلق بالمملكة، فجاءت حرب اليمن كفرصة لكثير من الناشطين اللي كانوا يعملوا في هذه المنظمات، خلينا نعتبرها حتى لو تريد أن نسميها لكم بالاسم، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مثل للأسف الشديد لم يوثقوا حتى حالة واحدة، ونحن كنا نتوقع أن مثل هذه الحالات على الأقل أنهم من ناحية الباب الإنسانية أنهم يعني يغطوها. ماذا نريد من هذه الحالة؟ نعم، فيما يتعلق فقط في التفني فيما ذكرته أنت في الجزء الأول من يعني تفسيرك لهذا لعدم التغطية بأنه المنطقة بعيدة عن العاصمة صنعاء، يعني أنت تعرف بأنه تم تغطية جرائم، خاصة الأخطاء التي كانت تتعلق بأخطاء التحالف في أقصى محافظات الأخرى، ويتم إصدار بيانات وإصدار مواقف وإحصائيات وتقارير خلال ساعات. يعني أقصد بأن هذا المبرر، مسألة بعد عن صنعاء، ليس مقنعا بالنسبة لهذه المنظمات. ليس أنا لا أحاول أعطي المبرر، أنا أحاول أن أعطي كيف تتعامل هذه المنظمات. هذه المنظمات لا ترى اليمن خارج إطار صنعاء، تعتبر اليمن صنعاء وما حولها. وأريد أن أذكر أنه في أحد التقارير السنة الماضية للمفوضية الثانية كانت بالنص كذا تقول صنعاء وما حولها، يعني كل اليمن هي ما حول صنعاء. هذه النظرة القاصرة لما يتعلق بالملف الحقوقي هي أحد الأسباب خلينا نعتبرها الذي لن تجعل اليمن تأخذ على الأقل حقها فيما يتعلق بهذا الملف. طيب في أقل نعم في أقل من دقيقة أستاذ براء. نعم، يجب أن لا تمر مرور الكرام، يجب التواصل الآن أعتقد من كل المعنيين مع المنظمات الحقوقية، ابتداء من المفوضية إلى Human Rights Watch إلى المنظمة العفو الدولية،
فيما يتعلق بهذه الحادثة، لأن هذه حادثة موثقة، هناك معروف من هو الشخص، معروف ما هي أسرته، ولا تمر مثل بقية الحوادث. أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي من لندن، كنت معنا أستاذ براء شيبان. أيضا في أقل من دقيقة أستاذ محمد، هل تعتقد بأن فعلا الناس وصلوا إلى حالة من الوعي والبصيرة لسلوك ومنهج الميليشيا، ميليشيا الانقلاب ممثلة ب الحوثي والمخلوع صالح؟ أولا علينا أن نعرف من هو الشعب الذي ينبغي أن يعي بسلوكيات الميليشيا وسلوكيات تحالف الانقلاب المتمثل بها نحن المؤتمر الحزب على الطرف صالح. نحن نقصد بالشعب الذي بدأت الحقيقة تتضح أمامه، هو ذلك الشعب البريء الذي لم يحسم أمره تجاه مسائل كثيرة من بينها مسألة الحرية والكرامة، وكان يحتاج هذا الشعب إلى أن يتأكد، وهي دائرة التيار الواعي والحر داخل المجتمع. أما من حسموا أمرهم مع الانقلاب ومن اشتغلوا كغسالة جرائم واصبحوا شبكة ناعمة للانقلاب، هؤلاء حسموا أمرهم، وبالتالي صحيح. نعتبر التعويل وأصبحوا معروفين للجميع، أعتبر التعويل عليهم خيانة أخرى ضمن الخيانات المدنية الذي إحنا أيضا نختلف عليها. في مثل شعبي يمني يقول ما حك ظفرك مثل جلدك، لا يمكن أبدا أن يهتم بأمور الأحرار من أبناء هذا الشعب إلا من دفع ثمن الحرية ونظر في سبيلها. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد المقبلي، الكاتب والناشط السياسي لحضورك معنا في المساء اليمني. أشكركم أيضا أعزائي المشاهدين لحسن المتابعة، نلتقيكم في مساء اليمني جديد، في أمان الله.